سالي، صار الوقت ناخذ طاقة ورح نحكي بمساحتنا الأولى لليوم عن الطاقة الكونية والداخلية بحسب المفاهيم الفلسفية والعقائدية يلي هي إحدى الظواهر الطبيعية واللي بيتم استمدادها من الكون، وهي طاقة عديمة الثبات، فهي ليست مرئية وليس لها شكلا ولا تفنى ولا تخلق من العدم، ولكنها تتحول من شكل إلى آخر وتبعث النشاط والحياة. كمان نيرمين مثل ما قلت، الطاقة هي أحد أشكال النشاط التي لا تقاس بأجهزة القياس المعروفة، وإنما تقاس بجهاز خاص يدعى البنادول مثل ما بيقولوا، وبحسب دورانه يتم معرفة قياس الطاقة التي تقسم إلى طاقة إيجابية وطاقة سلبية. إن شاء الله دائما طاقتنا إيجابية. عنوان فقرتنا لليوم: كيف نتعامل مع الأزمات وخاصة بهذه الظروف بوعي حسب مفاهيم التنموية النفسية وعلم بحد ذاته اللي هو علم الطاقة. للحديث عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو أكيد خبيرة التنمية وعلوم الطاقة الآنسة راما دنيا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يعني دائما لما نحكي عن موضوع الوعي دائما نطلب من الأشخاص بالأزمات تكونوا واعيين، نطلب من المجتمع أنه يكون واعي. شو بنقصد بالوعي حسب الفلسفات؟ هلا مثل ما انتم قدمتوا شيء كثير حلو عن الطاقة، يعني شوي وسعتوا مدارك المشاهد عن هذا الموضوع، فأنا راح أكمل فيه. الطاقة له شقين، شق داخلي الإنسان بيتعامل فيه، يعني خلينا نقول عمليات داخلية اللي هي مسائل الوعي اللي نحن اليوم جايين نحكي عنها، وفي المسائل الخارجية اللي هي الممارسة تبع التمارين والتأملات واليوغا وهي الأمور. هلا اليوم نحن راح نحكي عن الوعي. الوعي هو شيء داخلي تماما. إذا بدنا نحكي عن الفلسفات الشرقية القديمة دائما بتوصف الوعي بكلمتين، هي حالة حضور. الحضور يعني نحن ما يغيب وعينا لما نكون بأزمة، الانفعال، فرط الغضب، فرط يعني الخوف، كل هذا بغيب الوعي عنا بلحظة من اللحظات، بنبطل عايشين. منطق العقل، التفكير، تماما. هي القصة انه نحن نحاول يعني نحمل كل هلا الوعي شو هي؟ حالة إدراك، علميا بعلم النفس يقول هي الإدراك. فنحن نحمل كل إدراكنا للحظة الحاضرة، لا نرجع دخري بفكرنا نحن أي شيء بنخاف منه، أي شيء بنهلع منه هو عبارة عن خبرة سابقة. تمام، يعني كثير أوقات أزمات نحن هي الأزمة ما بنشوفها نفسها، نحن بنشوفها بفلتر قديم فينا أو بفلتر الخوف، أو بنعطيها أما أكبر من حجمها أو أصغر من حجمها، المهم آخر شيء ما بنعرف نتصرف. فالفكرة الأساسية إنه الوعي حالة الحضور هي اللي هي أساسها أنه نرجع نعيش اللحظة. أنا بهاللحظة، أنا هلأ مركزة، أنا هلأ عم بحكي معك، أنا عم شوف تفاصيلك، أنا حاسة بالهواء، سامعة المي وراي. صحيح. كل هذا الحكي هو الحضور. بعدين عندنا حالة القبول، كمان هي حالة من 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 حالات الوعي اللي أنا أقبل المشكلة خلص، هي حدثت. إني ضل قاومة ضل قاومة ضل قاومة للأزمة، كل شيء عم ساوي إني أنا عم غذية بطاقتي، شيء يعني عم تتوسع لأنه ما تركز عليه، هي توسع فعليا. صحيح. صحيح. يعني راما نحن حكينا بالوعي، ولكن خلينا نقول باللاوعي وننتقل للطاقة. باللاوعي هناك شريط ذاكرة، يمكن نحن بنرجع للشغلات اللا إرادية بحسب نظريات كثيرة مثل نظرية فرويد. صحيح. يلي كانت أكبر نظرية حكت هي عن اللاوعي. يمكن نحن نربط نظرية فرويد هلأ بالطاقة في حال نحن رجعنا للذاكرة ولا شريط الذاكرة، ولكن استحضار الشغلات السابقة أحيانا حسب الطاقة ممكن يجي، يعني ممكن نحن نرجع نجيبه سواء كان خوف أو قلق، وأحيانا الذكريات الحلوة. يمكن خلينا نربط هدول الشغلات مع علم الطاقة اللي نحن بنجذبها. قديش مهم أنه نحن نستحضر الشغلات الجميلة ونحاول اللاوعي تبعنا نستبعد فكرة الشغلات السيئة. تماما. هي الوعي هي أصلا هي الوعي بتتحقق لما بصير عندنا حالة وعي بهذا اللاوعي. يعني نحن نتخيل منطقة سوداء ومنطقة بيضاء، فالبياض بصير يغلب خلينا نقول النور بصير يغلب، فأنا بصير واعية أكثر، واعية بالنوازع الدفينة اللي عندي اللي حضرتك حكيتيها اللي هي بتظهر بالأزمات. تمام. فأوقات ممكن عنا شيء دفين من الطفولة، أول 5 سنين من حياتنا، يعني ما بتتخيل نحن شو بنكون مخزنين عنا. كمان اللاوعي، الدراسات الأخيرة قالت إنه DNA عنا حافظ حتى شغلات العلاقة بأجدادنا. يعني أوقات أنا عندي مثلا فوبيا، مو يعني فوبيا ما لها علاقة فيه، فوبيا من جد ممكن أخذها، فهذا كلياته بيطلع بالأزمات. صحيح. فالمطلوب منا بالأزمات هاد إنه نحاول ما نخلي اللاوعي هو يسود، نخلي الوعي هو اللي يسود. فصحيح فعلا الـ الإنسان يعني نهاية
بضل اكثر من 70% من يومه باللاوعي، هو عم يفكر يفكر ويشيل ويحط، هي كلياتها امور لاواعيه للحقيقه وغير مسيطر عليها ببساطه. صحيح. يعني صحيح. يعني لما نحكي نحن عن موضوع الوعي في خطوات لازم نشتغل عليها، وخصوصا نحن مجتمع شرقي، والمجتمع الشرقي معروف انه هو عاطفي اكثر من اذا بدنا نقول انه دائما بيحكم عاطفته باغلب الامور. كيف بدنا نشتغل اليوم على المجتمع الشرقي بموضوع تشكيل الوعي؟ تماما. هلا بموضوع تشكيل الوعي في عندك خطوات عمليه، وفي عندك بجوز كلام، يعني بجوز مجرد كلام، فكره واحده ممكن انت تعرفيها، معلومه ممكن تعرفيها خاصه بهي الفلسفات بتغير لك نظرتك للحياه. هو جمال الوعي، جمال انك تدخلي بدرب الوعي، نحن بنسميها درب الوعي. لك انت مشيتي هذا الدرب، بتصيري في 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 سلم اسمه هوكنز، هذا السلم بيقول لك بدرجك انه انت باي سلم هلا قديش نسبه الوعي عندك. فانت مشيتي بدرب الوعي هذا، ففعليا انت اول شيء بتبلشي تساوي، اول شيء لحتى نكون احنا واعيين نكون عندنا استرخاء. تماما. خلينا نحكي راما، بس حسب الصور والأوف اللي عم يمر معنا عم نحكي عن جذب الطاقة الكونية من خلال وعينا، خلينا نربطها. قديش مهم نحن بهي الظروف اللي عم نمر فيها، نرمين عم نمر بأزمات وعم نمر بظروف ويمكن يومية. ضغوط يعني كلنا مع بعضنا عم نتحملها. قديش مهم نبعث الأمل، الطاقة الإيجابية، نقول يلا معلش حنتحمل شوي بكرة أحسن، ما نرجع نحن بالزمن لورا لنخرب على حالنا أو نرجع نستعيد لحظات حرب كانت قاسية. صحيح. قديش مهم نحن نقول يلا معلش لو نحن شوي موجوعين، يعني بيقولوا ايه شو بدنا نحن لنقول معلش ونحن عم ندوق يعني. طبعا. ولكن دائما نحن لازم نحط أمل، طاقة. صحيح. إيجابية. صحيح. نبعثها بين بعض، يعني حاج نقرأ شغلات دائما سلبية. طبعا. سلبية. خلينا نحكي هلا إذا بدنا نحكي، بدنا نحكي أول شيء بشكل قاسي إنه لما نحن عم نرجع نعيش هذا السلبي عم نرجع نجلي بحياتنا، هي أول شغلة. فهي مسؤولية قبل ما تكون أنا بس أحكي كلام إيجابي. نحن لما عم نحاول ننزل على الفيسبوك، عم نحضر أخبار، عم هذا الشيء عم يشكلنا طاقة بداخلنا باللاوعي، خلينا نقول معتقد. هذا المعتقد بده يجذب مثيله. ففعليا أنا آخر شيء الشعب صراحة بعد كل اللي مرق عليه صار عنده شيء اسمه عقلية الضحية. عقلية الضحية هو معتقد، هذا المعتقد بيضل يجذب مشاكل، بيضل يجذب أزمات لحتى يحس حاله دائما هو بشكله هو ضحية الظروف، ضحية نحن بنعرف كل هاي الأمور كيف، ضحية الغلاء هلا مثل ما عم يحكوا هاي الفترة. وفي غلاء بس. فدائما في عنا صار ترسخت عنا عقلية الضحية، فلازم أول شيء نشتغل حالنا نشيل هاي المعتقدات كوعي جمعي. في كارل يونغ عالم النفس صاغ مصطلح الوعي الجمعي، قال كل مجموعة أو بلد بيأمنوا بفكرة واحدة، بيأمنوا بطاقة، يعني خلينا نقول بمشاعر معينة بيجذبوا، بيضلوا يجذبوا على أساسها. ففعليا نحن علقنا بهي الدوامة. صح. حتى نطلع لازم فعلا نحاول شوي نتفرد إنه أوكي خليهم كلياتهم يتضايقوا من الغلاء، أنا بدي أحس، أنا بدي أطلع من، بدي أحس بالوفرة، أنا بدي ضل شوف الوفرة بالمحلات، بجزداني، بغراضي، أنا بدي شوف الوفرة، عم بشوف مظاهر الوفرة، ما بدي أحس إنه أنا هلأ بدي خاف من الغلاء وخايف. نعرف نحن بصير الإنسان يخاف على حاله. صح. مثلا يحاول يطلع شوي من هال يعني من هالوعي الجمعي المتكتل صار، واللي صار كثير بصراحه سلبي. هي اول خطوه. بالاضافه انه في يلجأ لشويه امور يعني العلاقه بالاسترخاء، باليوغا، بالطاقه، تاملات، في شوي يطلع يعني. كل شخص بيعمل لحاله جو شوي شوي بتتفتح. اكيد بصحيح. اكيد. يعني مثل ما كنا عم نحكي عن موضوع الوعي، ما فينا ننكر انه نحن الضغوط اللي عم نعيشها كبيره. وما فينا نشوف يمكن يعني دائما سالي الواقع وردي، دائما في ضغوط بدها تطغى علينا. اذا بدنا نحكي نصائح ممكن تكون اخيره منك اليوم لكل شخص، دائما لما نحكي على القليله ما بدنا نحكي على القضايا اللي كثير كبيره اللي ما كثير بنقدر نحن نتحكم بمفاصلها، لكن نحكي على الصعيد الدائره الصغيره تبعيتنا لنحقق، يمكن بدي اقول كيف ممكن نحقق مساحه راحه ظل هي الضغوطات اللي عم نعيشها قدر الامكان. يعني في نقاط بنقدر نحن نشتغل عليها ونغيرها، خلينا نركز عليها اكثر. تمام. هلا نحن لازم نحكي على الصعيد الشخصي. انا اليوم كطالبه جامعه، او انا اليوم كست بيت، او انا عم تواجهني ازمه معينه، مشكله معينه ببيتي بهي. فاول شيء لازم افكر انه هي الازمه ليش عم تتكرر معي. اول شيء نسال حالي انا كشخص ليش عم تكرر معي هذا النوع من الازمات، لانه غالبا معظم المشاهدين حيقولوا انا دائما بصير معي هيك، انا دائما بصير معي هالنوع من المشاكل. تمام. يمكن ما لنا وقت عم تواجهنا هاي المشكله، ما عم نحط لها حل جذري. تماما. هي المشكله، هي فكره الحل الجذري لما يكون عندنا وعي بانه نحاول نعرف
الشيء الأعمق من الأزمة. يعني أنا صابني بظاهر الأمر أزمة مادية، بس أنا بدي أعرف شو جذرة. يعني مثلا أنا ممكن يكون عندي معتقد فكري أنه أنا ما عندي وفرة داخلية، وبالتالي بضل أوقع بأزمات، لأنه مثلا عقلية العوز موجودة مترسخة فيه من الطفولة. بالطاقة عنا قانون، كما هو في الداخل كذلك في الخارج. لما أنا بيكون عندي من جوا فقر رح شوفه من برا شو ما صار. فأول شيء نشتغل على معتقداتنا، هي أول شيء. حلو، يعني عطتي نصايح يمكن جميلة بتعطي طاقة لكل اللي عم بيشوفنا اليوم عبر شاشة الأخبارية السورية. نرجع بنقول نحن ما فينا نخرج أو نطلع من دوامة الواقع، ولكن ممكن نجمل شوي داخلنا لا يطلع على الخارج ويطفي على المحيط. خلينا نقول شوي نوع من التهدئة، الراحة النفسية الألوان. أكيد بنتشكر كتير وجودك معنا راما دنيا. يمكن كمان في عم يقولولنا بالكنترول حابين لسه يعرفوا عن الطاقة. بدنا نحكي أيضا عن طاقة المكان قبل ما نختم معك. قديش طاقة المكان يلي نحن قاعدين فيه كمان بتهمنا، سواء بالستوديو خلينا نقول مؤقت بالبيت بمكان نحن منزوره. قبل ما نختم حابين نسأل هذا السؤال. تكرم عيونكم. طاقة المكان هو علم الحقيقة قائم بحد ذاته باسم فينج شوي أو فينج شوي. هذا العلم هو بصراحة كتير كبير. أول شيء بيقلنا أنه هذا العلم لازم يكون بأي مكان، لازم يكون فيه العناصر الأربعة: تراب، مي، نار، هواء. تمام. فمثلا نحن قاعدين هلا في عنا عنصر مي، في عنا تراب اللي هو عنصر الشجرة خلينا نقول، في مي، في هواء. فلما تجتمع هاي العناصر وما يكونوا حض بعض بشكل متنافر، يعني مثلا انا عندي مي هون ما بصير حد شمعة لانه بصير في هدول العنصرين بيفنوا بعض. فاذا بدي احكي شوي، طاقة المكان كمان بتجي من طاقة الاشخاص اللي فيها والاشياء اللي عم يصير بهذا المكان. شو عم يصير؟ لانه كل شخص بيعمل مجال فكري، هذا المجال الفكري بيأثر على طاقة المكان. تمام. بالاضافة انه طاقة المكان، يعني طالما في خضار حوالينا فدائما طاقة المكان بتكون بخير، لانه الشجرة بيعمل كل شيء، يعني الطبيعة بتعمل كل شيء. رما، يمكن المهم نكون نحن كلنا طاقة، نقدر نعطي طاقة للي حوالينا ونخفف قد ما فينا بقى عن حالنا. يعني مثل ما بنقول إذا عنا مشكلة كتير كبيرة ما نكبر القصص الزيادة عن اللزوم، ما نقلبها كتير الدراما، نحاول نلاقي حلول لأكتر ما نتزمر ونشكي. شو ما كانت يمكن حلول بسيطة عن جد تعمل مفعول كتير كبير. شكرا كثير لوجودك معنا ولكل الطاقة الحلوة اللي قدمتي لنا إياها. كلك ذوق. شكرا حبيبتي. أهلا وسهلا فيكي، نورتي صباحنا.